السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت طور الزومبي، الفيديو المنتظر يلي بعد طلبته مني كتير بالتعليقات وبالمنتدى بصوت تبعته لي وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام. ما نزلنا فيديو عن طور الزومبي، نزلنا فيديو عن طور الزومبي، اليوم الفيديو عن طور الزومبي. طبعا قبل ما نبلش انسى اللايك والاشتراك، استناك اليوم في جديد وحلقة جديدة. هاي المقدمة لازم اقولكم اياها على طول حتى ما تنسوها دائما. فيديو اليوم حيكون كتير قصير، ما رح يكون طويل وما في كتير شغلات فاضية، رح اختصر الحديث كلياته. ليش عن طور الزومبي مش عم نزل؟ اول شيء بالبداية، طور الزومبي مثل ما بتعرفوا بداية كل سوزن بينزل معه احداث جديدة واخبار جديدة، بس والاكل اللي صار بحدث السوزن الماضي كان في مشكلة، لانه هي نزلوا الحدث تبع الفورتنايت الباتل رويال وطور الزومبي سوا، فالناس ما عاد تلحق لا هون ولا هون وما عاد بتعرف تلعب هون ولا هون. بس ولكن هلا قررت اللعبة انه تعمل حدث الفورتنايت اول شيء الباتل رويال، وبعد اسبوعين او ثلاثة تعمل حدث لطور الزومبي وتبلش الاحداث بشكل مستقر. يعني في بعد اسبوعين ان شاء الله رح نشوف في حدث عن طور الزومبي بتحديث 12.1 حسب ما نذكرين باللعبة هيك تفاصيل. بس ولكن نحن حاليا حسب ما قالوا موجود، اذا دخلتوا انتوا على ايتم شوب على متجر العناصر، دخلنا لهون عفوا على متجر العناصر، تنزل لتحت في عندك القطة اللي ما مشتريها يشتريها لانه هي كتير مهمة وما تنزل اتوقع لانه هي المرة الثانية تنزل فيها، فما اظن رح تنزل مرة ثانية. والقطة كتير مهمة هي، وهذا طبعا هاي الشخصية نزلوها جديدة لسه ما سويت عنها دراسة ولا بس اشتريتها ما عملت اي شيء عنها، ممكن مستقبلا نعمل عنها شيء. وهي اغاني الحب، انا عم بشتري الاسهم ونجمع ونشوف ايش نهاية هذا الحدث مع الاسهم والاقواس اللي اخذناهم والبو. بالنسبة هي لمتجر العناصر هذا هو كل ما هنالك، ما في شيء ثاني مهم هون بالطرف الثاني، بس ولكن الفليكسات اشتريناه هون والباقي كله ما مهم. طبعا هون لامات الاحداث، عندك لامة القمرية نزلت انا بالفيديو اللي ماضي اذا تتذكر، مش ما شفتوه ما شفتوه. بفتح اللامات، فتحت لامات تقريبا كان وقت 10 لامات فتحت. ان شاء الله بالفيديو اليوم راح افتح لكم كمان 6 لامات ان شاء الله اذا الله يسر علينا، وفي عندي انا كمان شوي كمان 6 لامات بس ما متذكر ايش هن. خلينا نشوف ايش هن. انا مكافح رئيسي وثلاثه هي ثلاث تقنية، 4 لامات قمريه، وحده لامه ترقيه، وحده لامه المكافح الرئيسي الملحمي، بنفتحهم اخر الفيديو ان شاء الله. نرجع للشعر الصيني، انا اليوم انتبهت انه في مثل ما انتم شايفين لمادين مجانيات، فرح نفتحهم ونشوف شو حظنا فيهم. انا الحظ اكيد يكون خرافي لانه جاي اليوم احد، بتعرفوا انه احد دائما يجي فيه شغلات كثير جميله. طبعا الاهم نقطه اللي حابب اذكركم فيها الفي بوكس، مهمات الفي بوكس اللي بتنزل بشكل يومي بالمهام، شو ما توجعوا راسكم دوروا عليهم، تقدروا تشيكوا على حسابي على الانستغرام راح يطلع تحت. راح انزل انا بنزل بشكل يومي يعني عن القصه، بنزل عن الاش بي في بوكس الايتم شوب، انزل اهم المهام الموجوده في طور الزومبي كلها بالقصه تبع الانستغرام. طبعا كمان بشارك على الفيسبوك اذا كمان تحب ما تابع الانستغرام تابع على الفيسبوك، بتحصل انت كمان نفس الشيء على هو القصه اللي عملها الشغلات هاي. وبالاضافه والنقطه الاهم انه بعمل البث المباشر على الفيسبوك، وراح تشوفوا بالفيديوهات كلها القادمه وكل الفيديوهات المستقبله ان شاء الله راح تشوفوا كلياتها عن طريق البث المباشر اللي بيحصل على الفيسبوك، اللي دائما انا عملت البث وظبطته وصار جوده البث جدا جيده، وبنفس الوقت ما بسوي ضرر على الكمبيوتر ولا ينضغط الكمبيوتر بشكل نهائي. مثل ما شفتوا اليوم هي جتنا عملت اكيد نكسرهم. تمام هلا هون فتحنا خلصنا، شو هي الشغلات الثانيه اللي حكيلكم عليها؟ طبعا فيهم لامه ب 1500 على 3 صامدين، اي مهمة 1500 غالي كثير، لو 50 بشتري بس لو 1500 صراحه ما بشتري. طبعا نزل كود اس 70 لانه هذا اهم شيء بيدعمني بجد صراحه، في 15 داعم لي، شكرا لكم عم تستخدموا الكود وان شاء الله يوصل للرقم هذا ال 100 ولل 1000 الله كريم، بدعمكم الخرافي هذا دائما ان شاء الله انا دائما راح اضل مستمر واصعد. اهم شيء هذا اهم الاشياء في عندك. طبعا نزل بدايه الحدث نزل تحدي الرقص، لا رقص ما في اي شيء، ما في اي شيء مهم، بس تنزل بالتحديات في مكان لازم ترقص عليها، في شغلات لازم نجيبها، شغلات عاديه جدا ما هذه اهميه. فلذلك انا ما عم بنزلكم عن طور الزومبي، والاغلب اللي مركز على لساتهم على ملك العاصفه، بحاول انه ياخذ الاسلحه في انا حصلتهم الحمد لله، حصلتهم مرتين صار لك السلاح، حطيتهم بالكولكشن بوك كمان. فهي اهم الاحداث الموجوده والاشياء الموجوده في طور الزومبي، وليش ما عم بنزل؟ لانه ما في احداث، ما في اشياء انزلها جد، يعني عم بحاول دائما ادوركم على شيء، يعني بهي الفتره ما في العاب، ما في اي شيء، يعني هي فترة بداية السنة او نهاية السنة من عند من الشهر التاسع للشهر الثالث تقريبا حسب ما انا قرات، يعني هي الفترة بتمر بكل الالعاب بركود، يعني الالعاب الموجودة خلاص الناس تلعبها لان ما دخلنا فترة الربيع وفترة العطلات،
فلذلك تلاقي اللي موجود العالم تلعب الالعاب الموجوده بشكل دائم، ما في شيء جديد يعني. يعني هلا روحوا شوفوا انتم البتل رويال ما في غير فورتنايت او ببجي، ما في هذا اللي جمعت الموبايل على ببجي وجمعت البي سيات على الفورتنايت، فلذلك ما في احداث ما في اي شيء. وبنفس الوقت شركه فورتنايت اذا ما شركه ابيك جيمز اذا ما شافت ناس عم بتنافسها على تطور احداث او على اي شيء ما راح تعمل اي شيء. فلذلك يعني مرق يعني هاي الفتره هاي طويله يعني مثل ما تقولوا ركود ما قبل العاصفه. الله يستر شو راح يجينا بعدين، راح تجينا العاب اكيد خرافيه مدمره محاربه مفجره وحتدمر السوق وتدمر الدنيا كلياتها، وراح يكون يعني ان الحصه الاكبر. طبعا في نقطه جدا مهمه حبيت اتذكر اقول لكم اياها، تذكرتها، متجر العناصر كان اول بيجدد كل يوم خميس. هذا المتجر او هو حسب ما سمعت انا يوم الجمعه صار غيروا من يوم خميس صار يوم جمعه تحديث السوق او جزء تحديث المهام ينزلوا مهمات الرقص والشغلات هي صارت يوم جمعه غيروا عن يوم الخميس. هاي النقطه الاخيره. وهلا خلينا نبلش فتح لمات ونشوف شو حظنا حيعطينا. حنفتح اول شيء هذول اللمات كلياتهم ونشوف ان شاء الله قسم لنا بالبدايه. هاي اللمه القمريه الاولى، وانا هي اللامات كلياتها على شرف كل المتابعين الموجودين تابعين على الفيسبوك. ويلكم فيكم كلياتكم، تقريبا رح نوصل 200 متابع على الفيسبوك، يعني هو رقم جدا صغير بس ولكن انا بعتبره جدا كبير لانه جد ال 200 اجوا بالسرعة هاي اللي انا طولت على يوتيوب تقريبا شهرين او ثلاثة حتى قدرت اجمع هذا الرقم الخرافي صراحة. يعني جد رقم متعوب عليه. واهم شيء انه تدعوا رفقاتكم يجوا يشوفوا الفيديوهات يشتركوا بالقناة بجد مش هتحمس. يعني انا بشوف عندي بالليرنت اللي شلون ضلك اياها في عندي بشكل يومي مشاهدات ارقام عاليه تقريبا توصل لل 1000 مشاهده يوميا بس، ولكن اشتراكات ما في. العالم تيجي تشترك بتدير ظهر بتيجي تتفرج وتدير ظهر وتمشي. طيب تشتركوا والله ما في مشكله ما يكلفكم شيء، اشترك بالقناه والله ما بتكلفك شيء. المهم الشخصيه البنفسجيه شغله المهم كلها طبعا بنت الجيران تاكل اطلي. اي كل يوم كل ما بدي اسجل فيديو بتضل عم تاكل عطيه وبتضل عم تبكي بتضل شي 3 ساعات. شو بدي اعمل؟ ما بعرف. هاي ناخذ السنايبر النحاس مخالب التنين وناخذ النياب التنين. ناخذ المخالب التنين. بما الله يفرجها مع هالطفله يا حرام طول اليوم عم تبكي. هون جارتي عم تبكي ومن الطابق الثاني في جاري عم يبكي. ابنه دائما يبكي دائما يبكي دائما 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 دائما. يعني جد انا بالبث المباشر عم بسمع الصوت بقول بس ما يكون متابعين عم تسمع صوت البكاء. ويعني ما شاء الله ابوه يعني شغله كبيره مو شغله عاديه. بس دائما لما دائما في واحد بيسال ليش؟ بقول لك ما شاء الله دخل. بس اني اذا سمع صوت من عندك طلع بيخرب الدنيا على غلط. يعني اول لما فتحناها ما كانت هالشي زياده، نشوف اللامه الثانيه وحظنا فيها. الحمد لله انا اسمي النياب الفني. طبعا بلش الطرف الثاني كمان يبكي. طبعا اذا انتم ضليتوا تسمعوا صوت بكاء بالتسجيلات الفيديوهات لا تدقوا بقول انه الشغله خارج سيطرتي. يعني ممكن اتحكم بالصدام، ممكن اتحكم بصوت اللعبه، اتحكم بالناس اللي عم تحكي، بتحكم في نفسي، بتحكم في كل شيء محيط فيني، بس ولكن المحيط ما خرج اتحكم فيه لانه يعني خارج سيطرتي. بس ان شاء الله الله كريم بس هيك وصل لل 100,000 متابع بصير يجيني مردود كويس من اليوتيوب. بس صار يجيني مردود كويس من اليوتيوب بغطي الغرفه كلها بالسبنج بطل يجيني صوت لا من المدرسة اللي وراي ولا من البكي من اليميني ولا من البكي اللي اليساري. الحمد لله بصير تماما خالي من كل الاصوات وصير تاخذ الفيديوهات بجودة جدا خرافية. الله كريم طبعا نوصل ل 100,000 مشترك ويصير عندنا دخل جديد. يعني الدخل هذا بساعدني انه اسوي لكم شيء كويس. ولا نفتح اخر 3 لمات لانه اللمات الاولى فاضيات ما فينا اي شيء معهم. انا اخذ هذا. انا عم بفكر نحط شوتجن ثاني لاني ما عندي انا شوتجن استخدمه بالمهام. يعني في كثير اوكي بتجي المهام بدها شوتجن، انا ما عندي شوتجن. طب مثل فوق نطوره بدل ما احطه بالكولكشن بوك. اللامة الاخيرة على شرف كل من يشاهد هذا الفيديو وشكرا لك لانه وصلت لهي اللحظة انك عم تشوف هاي اللامة الاخيرة اللي رح نفتحها. ليتس جو. وبس بيكون وصلنا نهاية الفيديو مثل ما عودناكم ولا نعودكم. لا تنسى اهم شيء اللايك والاشتراك وتستنى لنا كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت او عن اي لعبة كانت جديدة ممكن انزلكم عنها. وان شاء الله جزء الفيديو الجاي راح يكون عن مزرعة او عن جزء ماني متأكد 100%.
انزلكم على لعبه الشاحنات لان استمتعت فيها، خصوصا بعمليه ترجيع الشاحنه وتقريبها، وكثير حلو هذا الشيء بغض النظر عن المشي بالطريق اللي هو تضل 3-4 ساعات مش على الفاضي. بس يعني ان شاء الله هجوز رح ينزل فيديو جاي عن قياده الشاحنات. اذا عجبكم هذا الفيديو حطنا لايك، واذا ما عجبك الفيديو حطنا ديسلايك، واكتبوا لنا تحت بالتعليقات ايش ما عجبك، واذا عجبك الفيديو اكتبوا لنا كلمه تليق فيك تحت بالتعليقات. وشكرا لكم، شفتوا هاي الثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.